وانت وكلت العيش فينه بدم الطفل كله اطباقه اتكسرت، حديد بيعجن فيه وراح حطه جوه العجانه بتعجن بتعجن بتعجن. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعة ماحنا، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة؟ جريمة هزت الرأي العام المصري والعربي. طفل عنده 15 سنة يعني لسه بيخطو اولى خطواته للحياة. 15 سنة يعني ايه؟ يعني لسه في اولى اعدادي تانية اعدادي، لسه طفل صغير يتم تحطيمه بهذا الشكل ويتم التنمر عليه بهذا الشكل ويفقد مستقبله كله عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر واحد معدوم الضمير صاحب مخبز وعامل عنده. ايه اللي حصل في قرية اسمها قرية سالو بحري مركز كومومبو اسوان؟ اللي حصل ان الطفل ده بعد ما نجح في الاعدادية وجاب مجموع كبير ومتفوق، لكن مشكلته زي للأسف كل مشاكل الناس في الصعيد، الاب والام بيخلفوا عيال بالكور، يقول لك العيال عزوة، معرفش عزوة ايه رغم الفقر اللي عايشين فيه. يعني دول في قرية اسمها قرية سالو بحري، مركز اسمه مركز كومومبو اسوان، يعني الحياة عالجد راح يجيب لي 6 اولاد. ليه 6 يا عم؟ ده انت موظف في الاواف على قد مرتبك ما بيجيبش 1200 جنيه، تخلف 6 ليه؟ ولما تكلمه يقول لك كل عيل جاي برزقه. ايوه يا عم كل عيل جاي برزقه، بس ربنا اعطانا عقل. لما انت مرتبك 1200 هتصرف على الستة ازاي؟ ده غير امهم وغيرك انت. طب هنفترض ان ربنا يعني هيحط لك كل يوم تحت المخده تقوم انهم تلاقي 1000 ولا 2. ربنا اعطانا العقل نفكر بيه، ربنا عرفوه بالعقل. لما يكون مرتبك 1200 جنيه ده انت كويس لو جبت عيل واحد او اتنين بالكتير وهتبقى تعبان، لكن تجيب 6 طب هتصرف عليهم منين؟ لازم نفكر بالعقل يا جماعه. الستة طبعا الولد في الاعداديه مش قادر وشاف ابوه تعبان فقال له يا بابا انا مش هكمل، مش هدخل ثانوي عام، انا هدخل اي دبلوم سنتين ولا بتاع عشان يساعدك في المعيشه وهدور على شغل. الولد فضل يدور على شغل لغايه ما لقى مخبز فين، مخبز فين، وبيشتغل من بعد المغرب لغايه الفجر عشان العيال تروح المساء السندوتشات عيش فين. الواد من ساعه ما راح، الواد اسمه بقى اسم الطفل، اسم الطفل محمد مصطفى شحات الجندي، محمد مصطفى شحات الجندي 15 سنه شغال في المخبز. طبعا عيل صغير وكل اللي في المخبز كبار، فكلهم قاعدين يتحرشوا بيه وكله نوع من التنمر، ودي عيال صيع معظمها عشان تبقوا عارفين، اللي فشل في دراسته واللي مالوش اهل واللي ولاقيين ولد مهذب محترم جاي عشان يساعد ابوه فكله قاعد يتحرش بيه. اخر مره في واحد اسمه سيد عنده 35 سنه، الواد دايما يهزر مع الواد ودايما يضحك، فالواد قال له انت هزارك بايخ، انت مفيش غير هزار باليد باليد على طول، دايما يهزر معاه يضربه، يهزر معاه يشنكل وهو بيجري يوجعه، يخليه شايل طاوله العيش ويزق يوجعه. فالواد قال له انت هزارك بايخ، قال له انت بتقول زارك. طب انا هعرفك يا ابني كذا بكذا. عمل تخيلوا بقى عمل ايه؟ حطوا الدقيق في العجان، واحنا عارفين العجانه دي حديد بيتحط فيها الدقيق مع الميه بتعجن بتعجن بتعجن. راح شال الواد اللي عنده 15 سنه طفل صغير وراح حطه جوه العجانه وداس على زرار العجانه وطلع بره قعد مع صاحب المخبز والصناعيه وساب الواد جوه العجانه. تعالوا نشوف اللي حصل للواد ايه عشان تعرف الظلم للطفل ده. قطع بالحبل الشوكي، عارفين قطع بالحبل الشوكي يعني ايه؟ يعني شلل رباعي، يعني الطفل ده اصيب بشلل رباعي، يعني مستقبله كله انتهى. خلي بالكم القطع في الشبكه في الحبل الشوكي ملوش علاج، عالميا حتى ملوش علاج. قطع بالحبل الشوكي، كسر في الفقره الستة والسبعة العنقيه، يعني الحته دي اتكسرت، الرقبه واتكسر. كسر بالضلوع، كل ضلوعه اتكسرت، حديد بيعجن فيه. كسر في لوح الكتف، الايسر يعني خدتوا بالكم انتوا ايه؟ قطع في الحبل الشوكي اللي ورا شلل رباعي، كسر في الايدين، كسر في الرجلين، كسر في اللوح ده واللوح ده بتاع الكتفين، كسر في اصابع الايدين، تجمعات دمويه في كل الجسم، كل ضلوعه اتكسرت من كتر الصراخ. صاحب المخبز بيقول في ايه يا جماعه؟ فالواد قال له ده انا فتحت العجانه على الواد محمد مصطفى. فتحت العجانه؟ حطيته في العجانه؟ قال له ايوه حطيته في العجانه، بس الواد بيقول لي هزارك وحش، فاتغصت منه ورميته في العجان. جه لي صاحب المخبز، لانه صاحب المخبز مسؤول،
لدى الواد والعجينه كلها دم، الواد متكسر، شالوا بدل ما يبعت له الاسعاف شالوه رموه في عربيه ربع نقل، ربع نقل على تعرف عبد الرؤى اللي مسميها تيوت تاعهم، رموها على في الشنطه بتاعه من ورا اللي هي الصندوق اللي من ورا، مكسر ضلوعه كله، يعني لو كانوا ودوه في المستشفى كان ممكن يلحقوا مثلا ضلعين ثلاثه سلاح. راحوا مستشفى اسوان للاسف قالوا لا بيروح مستشفى الجامع، فودوه مستشفى الجامع الجامعي في اسوان، لقوا فيه قطع في الحبل الشوكي، كسر في اللوحده واللوحده، كسر في الدراعات، كسر في الجنين، كسر في الضلوع، تجمعات دمويه، كسر في الاطراف، الواد متشوه. الغريب بقى ان هم ودوه المستشفى ما بلغوش اهله، يعني صاحب المخبز ما بلغش اهل الولد ولا كلم ابوه، الواد اسمه محمد مصطفى شحات الجن، امه تروح لصاحب ابني فين، يقول لها ابنك عنده كورونا، كورونا ايوه حجزوه في المستشفى، كان هيعدين المخبز كله، ما رضيش يقول لامه ان ابني هيتحط في العجان، قال له ابنك عنده كورونا وحجزوه في المستشفى 15 يوم، الام تروح مستشفى الصدر يقول ما حصلش، لف في كل حته ما حد عمل محضر باختفاء ابنه. لما لفوا على المستشفيات والشرطه اشتغلت لقوا انه في طفل عنده 15 سنه باسمه غير صاحب المخبز بدون اسمه غير الاسم خالص. الام لما قال لها يا حاجه في عيل في المستشفى الجميع بيروحوا يشوفوه. راحت لقت هو ابنه، ايه اللي حصل؟ الواد وهو بيصارع الموت قال لها اللي حصل. جروا على صاحب المخبز قال له بقول لك ايه يا حاج، خدي مني بس 5000 جنيه وامضي ان اللي حصل لابنك ده وجع وهو بيلعب ولا اي حاجه، وانت اقوله بالفلوس. صاحب المخبز عايز يشتري طفل عنده 15 سنه عملوا له شلل رباعي وكسر في كل جسمه وعايز يشتري ده كله ب 5000 جنيه. طب لو ابنك ترضى على كده؟ طبعا الام اول ما عرفت كده انهارت، الشرطه جت قبضت على صاحب المخبز، صاحب المخبز قال لهم انا ده عامل عندي هو اللي رمى الواد، خدوا العامل طبعا حبسوه 4 ايام على ذمه القضيه، والعامل يقول لك اصل هو الولد قال لي هزارك تقيل فحبيت اهزر معاه، ما كنتش اعرف ان انا قلت هيلف مع العجانه كده ويزعج ونطلع. يا عم ده انت شغلت العجانه وطلعت بره قفلت الباب عليه، وقبل كده قفلت عليه الفرن والولد الصغير كان بيزعج كان هيموت من النار. هو ده هزار؟ ده هزار؟ ما ده هزار الحيوانات مش كده؟ دمرت الواد وضيعت مستقبل، ايه اللي استفدته من كده؟ وفي الاخر صاحب المخبز عايز يخلي الام والاب يمضوا على ورقه ان اللي حصل ده قضاء وقدر وقت كان بيلعب وواقع عشان ينفد من العقوبه، ومش مأمن على العمال ولا اي حاجه خالص. والتاني يقول لك كنت بهزر معاه، اصل الواد بيقول لي انت هزارك تجيه فحبيت اهزر معاه هزار تجيه، ده مش هزار تجيه، ده هزار رخم، ده انت انسان رخم، ما ينفعش تقول هزار. اروح اهزر مع واحد ارمي تحت المترو؟ ده رمية المترو ارحم من العجانه، ليه؟ لانك ما ترمي واحد قدام المترو هيموت في ساعتها، لكن في العجانه فضلت تكسر بيه بالبطيء، كسرت اعضاء بتاعت فقرات رقبته، وبعد كده كسر الضلوع، وبعد كده كسرت اللوحين بتاع الاكتاف، وبعد كده قطعت الحبل السري الحبل الشوكي بتاع ظهره، وبعد كده قطعت كسرت ايديه ورجليه، وبعد كده كسرت صوابعه، يعني لو كان صبر شويه كانت لحم طلع. والمصيبه بقى ان صاحب المخبز تاني يوم فتح المخبز واشتغل، لقيت الاهالي ما كانوا رايحين يكسروا المخبز، قال له انت وكلت نعيش فينه بدم الطفل؟ معنى يتم الواد في العجانه مع الدقيق وتعجنه ان انت وكلتنا دم الطفل لمده 4 ايام. شفت وصلنا الجبروت وصل لغايه فين؟ شفت الكفر وصل لغايه فين؟ شفت هزارنا؟ ده لو كان هزار وصل لغايه فين؟ ما بقاش في دين ولا اخلاق ولا في حتى انسانيه ورحمه، اتنزعت من قلوبنا الرحمه. طفل عنده 15 سنه راح يشتغل عشان خاطر ابوه تعبان في عيشته، جايب 6 اولاد. فالواد بيساعد اهله، يعني الولد ده راجل من صغره، لكنه ليه؟ ما بقاش لا فيه لا دين ولا اخلاق ولا رحمه. الرحمه اتنزعت من قلوبنا، وفي الاخر نقول الايام قربت، لازم تجرب. لازم ربنا ياخدنا اخذ عزيز مقتدر بسبب اللي بنعمله. لكن احنا طبعا في رحمه ربنا، وعارفين ان هو الرحمن الرحيم، وان هو اللطيف، وان هو اول حاجه عشمانين فيها رحمته. عشان كده صبر علينا لغايه دلوقتي. لكن احنا فعلا بنحاربه بالذنوب وبالمعاصي. لكن هو الرحمن الرحيم. ربنا يرحمنا يا رب فوق الارض، ويرحمنا تحت الارض، ويرحمنا يوم العرض عليه لان احنا افترينا. طفل زي ده هيعيش طول عمره شلل رباعي، لا هيقدر يتحرك ولا هيقدر يلعب ولا هيقدر، خلاص مستقبله كله ضاع، وهيعيش مشلول طول عمره اطراف واقدام وكله حتى رقبته. شفت احنا وصلنا بعدين لغايه فين؟
كل ده لو كان كل اب راعي ضمير دخلك، هات ولاد على قد دخلك يا اخي، بتاخد 100,000 جنيه في الشهر، هات 10 خلف زي ما انت عايز، لكن لما تكون موظف على قد حالك بتجيب 6 ليه؟ مش هلوم الاب والام، هذا تعليمهم وثقافتهم. لكن نقول يا جماعه صاحب المخبز لما يشغل طفل زي ده فين ضميرك؟ عايز تساعده ساعده، بس على الاقل تبقى عينك على الصناعيه اللي عندك. اما بالنسبه للشاب سيد بقى اللي حطه في العجينه، اقول له انت ربنا يرزقك باللي يعمل فيك كده زي ما انت عملت في الطفل ده، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.